مع استمرار بداية الصراع والمواجهات العسكرية والأعمال العدائية للشهر الرابع على التوالي دون توقف أو انقطاع أو هدنة طويلة، انعكس ذلك بشكل يعني مأساوي على وضع إنساني متردي جدا، وربما هذه المرحلة هي ما حذر منه الكثيرون في بداية الصراع بأن طول أمد الصراع دون حسم سواء من قبل القوات المسلحة النظامية السودانية أو في المقابل الميليشيات التي تبدي قدر كبير من المقاومة يصل بنا لهذا الوضع الإنساني المتردي، وربما يعني نتخيل أننا على أعتاب مراحل أكثر سوءا وربما كارثة أو كوارث إنسانية لم تتكرر كثيرا في تاريخ الصراعات في القارة الأفريقية. هل حضرتك شايف ان في ممكن تكون البوادر والمساعي اللي احنا شفناها سواء دخول مصر في بعض هذه المساعي والقمة الروسية الافريقية بجانب المساعي الاخرى العربية والدولية، هل في اي حاجة بتنذر قريبا ان احنا ممكن المشهد ده يعني على اخر السنة دي ممكن يكون في تحسن حتى في الاوضاع نسبيا؟ لو نظرنا للامور بنظرة واقعية يعني مغلقة او تشاؤمية معتمة كما نرى يعني أننا في طريقنا إلى مرحلة أكثر سوءا، ولكن لو استخدمنا يعني بوادر الأمل والرجاء زي ما حضرتك تفضلت في عدد من المبادرات، منها مبادرة دول الجوار ومنها ما تحاول به قوى الدولية التدخل للحل الإيجابي للأزمة، ربما نتخيل بأن بالفعل على نهاية السنة وهي المدة المنطقية لاستمرار الصراع ثم بدء الحل، ربما تسفر هذه المساعي عن الاستجابة لصوت المنطق والعقل أو دخول قوى مدنية أخرى مؤثرة في الصراع من داخل السودان أو استخدام أدوات مختلفة لدول الجوار تمكنها من تحويل الأمر إلى مرحلة الحسم لما فيه أو لما يصل بنا إلى بوادر أمن وسلم واستقرار ثم عملية بناء سياسي بعد ذلك. أستاذ رامي خليني أتفق مع حضرتك وأتناقش معك في النقطة الأخيرة، يعني حل مشكلة السودان أولا يجب أن يأتي من الداخل السوداني، يجب أن تكون رغبة قوية من الداخل السوداني بإنهاء هذه المشكلة، تتفق معي كده؟ بالتأكيد الحل يجب أن يكون سوداني، السودانيين أنفسهم يجب أن يدركوا ما آلت إليه الأوضاع وما ستؤول إليه، أن حتى بعد نهاية هذه الحرب بشكل مباشر أو الصراع بشكل مباشر سوف يتعين عليهم خوض معارك أخرى من أجل عودة الدولة تنمويا واقتصاديا وسياسيا وبناء دولة انهارت تماما في هذه الأربعة أشهر، ولم تكن قبل هذه الأربعة أشهر دولة قوية، لأنها عبر أربعة سنوات فيما بعد ثورة 19 عانت الدولة وعانى الشعب السوداني. نتحدث عن أزمة إنسانية بتواجه أكثر من 24 مليون سوداني هم الباقون أو الجزء الأكبر الباقي في السودان في هذا التوقيت. تمام. أستاذ رامي خليني أخيرا أتكلم برضو في تعقيب سريع من حضرتك، الوضع في النيجر والسودان بيحط القارة الأفريقية لم أسمع سؤال. أي يا فندم، الوضع في النيجر والسودان بيحط القارة الأفريقية في منحنى صعب للغاية وسط تحديات أخرى بتواجهها القارة، ف المشهدين تأثيرهم على القارة الأفريقية بوجه عام؟ الوضع سيء الحقيقة، هي قارة يعني موعودة بالصراعات لا تلبث أن تنتهي صراع في منطقة أو بؤرة صراع في منطقة ما إلى أن تعود مرة أخرى، يعني عندما نتحدث عن منطقة غرب أفريقيا والساحل والصحراء آخر 25 انقلاب في القارة 21 انقلاب منهم كان في هذه المنطقة، بالتوازي مع الموقف في السودان إذا نحن نتحدث عن أكثر من ثلثي القارة في مرحلة من التوتر والظروف الصعبة، مما ينعكس على قارة في الأساس يعاني أو تعاني شعوبها من ظروف إنسانية صعبة، فما بالنا في وضع حرب أو وضع قتال بهذا الشكل أو حروب آلية بهذا المنطق. طيب أستاذ رامي، مهم نتكلم على التدخلات الخارجية الواضحة في المشهد في القارة الأفريقية بصفة عامة، شايفين ده في يمكن في النيجر بيظهر لنا بوضوح، سواء التدخل الفرنسي أو أستاذ رامي حضرتك سامعني؟ أنا آسف يا فندم في مشكلة في الخط يمكن. كنت بسأل حضرتك على التدخلات الخارجية اللي يعني أيوة بتظهر لينا بشكل كبير في المشهد الأفريقي، وده يمكن واضح يعني جدا. ما وصلني من السؤال كلمة التدخلات الخارجية. صحيح. أفترض بأن لم يحدث صراع في القارة الأفريقية أو أزمة بهذا القدر إلا إذا كان للتدخل الخارجي دور كبير. هناك عدة نقاط في القارة الأفريقية أو عدة دول لا يحدث بها صراعات مستقرة سياسيا وأمنيا واقتصاديا وفي مرحلة بناء ونمو.